فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين كبار في الحكومة الفنزويلية متهمين بالحصول على رشاوى لإصدار جوازات سفر، وذلك بحسب ما أفادت به وزارة الخزانة الأمريكية. واستهدفت العقوبات رئيس الدائرة الحكومية لإصدار وثائق الهوية والهجرة غوستاف جيل، إضافة إلى سلفه خوان كارلوس. وكثفت وزارة الخزانة الأمريكية التي تصف حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بالنظام السابق غير الشرعي عقوباتها على مسؤولين حكوميين فنزويليين وعلى شركة النفط الوطنية التي توفر معظم موارد البلاد.